كانون الثاني من العام 1929 أبصر إبراهيم طنوس النور في القطلبة القبيات. تابع دروسه الابتدائية في معهد الإفرار طرابلس، ثم في معهد الأباء اليسوعيين في غزير، حيث تأثر باللواء فؤاد شهاب وقرر الالتحاق في المدرسة الحربية. تخرج في العام 1955 ملازما في سلاح المشاة. إبان ثورة 1958 تصدى طنوس للثوار وحمى السراي الحكومي بعينيه، إلا أنه فقد إحداها. ولكن هذا لم يمنعه من أن يتأهل في العام نفسه من السيدة روزات سعد، ورزق 4 أولاد. وبعين واحدة تابع طنوس دراسته الجامعية، فحاز إجازتي التاريخ والحقوق من الجامعة اللبنانية. في بداية العام 1976 تصدى المقدم الركن طنوس مع رفاق السلاح في زحلي لهجمات القوى الفلسطينية ولواء اليرموك التابع للجيش السوري. ومع دخول الجيش السوري إلى لبنان خاض ابن القبيات مواجهات لتحرير جبال صنين، حيث أعطبت يده اليسرى. في العام 1978 ساهم إبراهيم طنوس بدعم ثكنة الفياضية بوجه اعتداء الجيش السوري، مما أوقع عشرات القتلى في صفوف السوريين، الأمر الذي أغضب حافظ الأسد الذي طالب بإعدام طنوس ورفاقه. إبان حرب 100 يوم طلب رئيس الجبهة اللبنانية الرئيس كميل جمعون من طنوس المساعدة، فوضع خطة دفاع عن المناطق الشرقية وشارك في المعركة. في 8 كانون الأول 1982 عين إبراهيم طنوس قائدا للجيش، فكان خطابه الشهير: الهرب هو صفة الجبان، الجبان هو من يهرب من أمام الحقيقة. إلى هؤلاء أقول: لم يعد لكم مكان في الجيش. وضع العماد إبراهيم طنوس هيكلية الجيش اللبناني الحديث، وفي عهده دعم الألوية بقوات جوية وبحرية، وطبق خدمة العلم، وفتح باب التطوع مطلقا شعار: صحيح أنني بعين واحدة ولكني أرى جيدا. إن شاء الله نشوفكم دايما منتصرين على ظهره. وبعد أقل من سنتين استبعد العماد طنوس عن القيادة بسبب الضغوط الخارجية، تاركا وراءه تاريخا ناصعا مفعما بالفخر ومشعا بالشهامة والكرامة والوفاء. في كانون الأول 2012 رحل العماد طنوس تاركا مثالا لما يجب أن يكون عليه القادة المتجردون والرجال الشرفاء. وكانت وصيته الأخيرة لأولاده الأحباء: ليتذكر الصغار عندما يكبرون أن بلدتهم القبيات أعطت للجيش اللبناني قائدا أحب وطنه وعسكره أكثر من عائلته. إنني أشكر بعمق الجيش اللبناني الذي تعهدني شابا ورباني يافعا وقدته بمحبة وتجرد. أودعكم على أمل القيامة، وسأراكم في الفردوس.